يقول: هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل أفعالا كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟ من مات على هذه الحالة التي ذكرتها من الشرك الأكبر والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو كان تاركا للصلاة متعمدا لتركها ومات على هذه الحالة، فهذا كافر والعياذ بالله، لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فمن مات على الكفر بالله والشرك بالله فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا كنت متأكدا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب إنك لا تصلي عليه، إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته، أو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك، فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا والعياذ بالله، لأنه مات على الكفر والشرك. نعم.